من نشيات الحوثي الإيرانية استطاعت أن تقزم قضيتنا وأن تجعلها من تحرير أراضي وإسقاط الإنقلاب والوصول إلى صنعاء إلى مطالبات بفتح معابر لمحافظات تم خنقها من قبل هذه النشيات. استطاعت الميليشيا الحوثية أولا أن تعيدنا إلى مربعات صغيرة وألهتنا عن المربعات الكبيرة لأن لديها مشروع واضح وهدف تجري بعده فيما بين فيما يقابلنا من الطرف الآخر الذي هو نحن يعني بشكل عام. نخرت بيننا الفرقة والحساسية أو الشكوك فيما بعض. الحقيقة أن الحوثيين امتهنوا اليمنيين بشكل عام وامتهنوا أبناء تعز بشكل خاص في حين أن الأمم المتحدة لا تجيد إلا الضغط على الشرعية وبالمقابل لا تجد الشرعية إلا التنازل والمساعدة لما تريده الأمم المتحدة تحت مبررات إنسانية يستخدموها لهم ويترسوها عند الأطراف الأخرى. قصة معابر تعز وقصة انقلابها وكذا يرجع في الأول والأساس إلى أبناء هذه المحافظة البطلة، إلى أبناء تعز الأباسل، عليهم اليوم أن يتوحدوا صفا واحد.